أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. إحنا عايزين نتكلم النهاردة في عجالة عن بعض الإعجاز الرقمي أو العددي في سورة الكوثر، ودي أقصر سورة موجودة في القرآن الكريم. فمن الإعجاز الرقمي طبعا ربنا سبحانه وتعالى تحدى كفار قريش أو تحدى العرب أو تحدى البشرية أجمعها بهذا القرآن العظيم، هذا القرآن المعجز إلى قيام الساعة. قالوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خلي بالنا كده في سورة الكوثر، وهذه دي أقصر سورة موجودة في القرآن الكريم، فيها إعجاز كبير جدا. وأنا أتكلم النهاردة عن بعض الإعجاز، مش هتكلم عن كل الإعجاز، هتكلم عن بعض الإعجاز في سورة الكوثر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. السورة يا جماعة مكونة من 10 كلمات. السورة مكونة من 10 كلمات، يعني لو نشوف إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. 10 كلمات، سبحان الله. شوف رقم 10 داخل السورة بيعمل إيه عشان نقدر نفهم الإعجاز العددي أو الرقمي، وده بعض من جزء من هذا الإعجاز. أنا مش بتكلم عن الجانب كله، ولكن في جوانب كثيرة جدا إعجاز في هذه السورة. قال إن حرف أو كلمة إن تكررت 15 مرة في السورة، وشوف الآية الأولى، وكلمة أعطيناك تكررت 22 مرة في السورة، وكلمة الكوثر تكررت 26 مرة في السورة، تكررت الأحرف لهذه الكلمات في السورة، أحرف إن تكررت 15 مرة، وأحرف كلمة أعطيناك في الآية الأولى من السورة، وأحرف كلمة أعطيناك تكررت 22 مرة، وأحرف كلمة الكوثر تكررت 26 مرة. لو جمعنا 15 بس في الآية الأولى، 15 و22 و26، ده هيعطينا عمر صاحب الكوثر محمد صلى الله عليه وسلم 63 سنة. أنا شوف الآية الثانية، تكررت أحرف فصل لربك وانحر تكررت 6 مرات، وأحرف لربك تكررت 14 مرة، وأحرف كلمة وانحر تكررت 23 مرة، بتديك 43 حرف اللي هو 6 و14 و23، هيبقى المجموع 43، وهو ده عدد حروف السورة نفسها. سبحان الله. في الآية التانية أكتر الحروف وردت في السورة أو تكررت في السورة حرف الألف، وتكرر 10 مرات، خلي بالكم الرقم 10. والحروف اللي ورد كل منها مرة واحدة في السورة، في سورة الكوثر، عددها 10 برضو، وردت مرة واحدة. والحروف غير المقطعة تكررت في السورة 10 مرات. يا جماعة مهم جدا نفهم ده. جميع الآيات في السورة إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك، بعض الناس يقرأها فصلي لربك غلط، إن الياء هنا التأنيث ما بيصيرش، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يبقى كل آيات السورة انتهت بحرف الراء، وترتيب الهجائي في حروف الهجاء الحروف 28 اللغة العربية رقم 10. الله، ما فيش حاجة بالصدفة، ده إعجاز. سور القرآن اللي بتنتهي بحرف الراء كلها عددها 10، وسورة الكوثر آخر سورة من هذه السور. رقم 10 ده في السورة فيه سر معين، سبحان الله. وأنا بتكلم بس عن جانب من الجوانب اللي فيها الإعجاز الرقمي في أقصر سورة في القرآن الكريم. ما نقولش أصغر، أصغر دي ما فيش حاجة صغيرة في القرآن، في أطول وأقصر، دي أقصر سورة في القرآن،
أقصر سورة وردت في القرآن الكريم. إخواني وأحبتي في الله، سبحان الله، طب إيه علاقة الرقم 10 في السورة، أو حقيقة الرقم 10 في السورة؟ يوم النحر اللي هو يوم 10، فصلي لربك وانحر، يعني صلي صلاة العيد وروح اذبح في عيد الأضحى، هو ده رقم 10 اللي هو يوم 10 يوم النحر اللي هو يوم العيد. فصلي لربك وانحر. يبقى احنا خدنا هنا جوانب نتعلمها. سبحان الله، القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وفي إعجاز رهيب، في شفاء، في فهم، نفهم القرآن الكريم عشان ربنا سبحانه وتعالى يدينا البركة بتاع القرآن، ونحاول نتبع القرآن. القضية مش قضية بس إن البركة وخلاص، لا، رسالة السماء عندما نزلت إلى الأرض لابد لأهل الأرض أن يفهموها. هذه رسالة الله سبحانه وتعالى لنا، القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كلام الله التي لا تنقضي عجائبه، فإن شاء الله نحاول نفهم القرآن، نحاول نتدبر القرآن حتى يكون لنا شفيع يوم القيامة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم الذي رفع مكانه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا في الدنيا قرينة، وأن يجعله لنا في الآخرة شفيع بإذن الله عز وجل، ويجعله لنا في القبر مؤنسة بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين بهذا القرآن العظيم. اقرؤوه وتعلموه وافهموه وطبقوه وتشافوا به، هذه بعض حقوق القرآن الكريم علينا. فنقرأ أكثر، نعرف أسرار أكثر عن كتاب الله عز وجل. يريد الكل يستفيد إن شاء الله. نحاول نعمل شير ونشارك في هذا الفيديو حتى يعني الكل يستفيد، والكل يعود إلى القرآن، والكل يحب القرآن، والكل يعني يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وهو سعيد، وهو سعيد ويتمتع بقراءة هذا القرآن الكريم، ويتعلم كيف يقرأه إن شاء الله على الطريق الصحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.